مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نجدد لكم تحية أخرى صباحية مميزة في هذا الصباح المميز الجميل وانطلاقة شوطنا الثاني عشر في مجموعة أشواط هذا الصباح المميز وهذا الشوط الخاص هنا بالحجايج القعدان التي تسير في الانطلاقات، تسير في التحديات المتميزة. نسير معكم هنا في هذا الأداء المميز، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة والمركز الأول. هنا ظفر لناصر بن سعيد بن سالم العمري من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني همام لمحمد بن راشد بن سالم بن حضير من ينطلق على المركز الثاني، وهنا شعار بالعوضي يتدخل في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. ومن الجانب الآخر هناك أرى شعار آخر هنا بهذه الانطلاقات، جلمود لمحمد بن عوضي بن يحيى المنهالي، وهناك أيضا الوصول في هذه اللحظات من قبل نماح خالد بن ناصر بن سالم النصيري. والمركز الرابع هنا يأتينا لهب الهلال بن بطي بن محمد الغفلي، والوصول من قبلي هنا القادم في هذه اللحظات مشبب لمحمد بن حمد بن صالح هنا بن جمهور لحبابي هنا وبمصلحة لحبابي من ينطلق هنا بالتحديات والإثارة الجميلة. وصل في هذا الأداء. من الجانب الآخر هناك الوصول من قبلي هنا العازي لعلي بن هدوب بن سعيد العمري منطلقا بتحدياته وإثارات المركز التاسع. المركز التاسع والقادم عجيب الهلال بن سعيد بن هلال الخاطري، وعلى المركز العاشر والوصول في هذه اللحظات والانطلاقات والتحديات من عاني العلي بن حمد بن هادي الغفراني المري. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى مظلوم من انطلق على الصدارة على المقدمة، مظلوم لمحمد بن عبيد بن كداس الرميثي من ينطلق على الصدارة، ينطلق على المقدمة على المركز الأول. هناك في هذا الانطلاقات والتحديات وصل مسراح في هذا الأداء العلي بن محمد بن عبد الله الغفراني المري هنا بهذه الانطلاقة. وهناك التحديات من العازي لعلي بن هدوب بن سعيد العمري، بينما المركز الرابع والوصول هنا رابعا والانطلاق والتحدي هنا جلمود لمحمد بن عوض بن يحيى المنهالي بانطلاقته وتحدياته. ظفر ناصر بن سعيد بن سالم العمري ياتينا خامسا، والمركز السادس لهب الهلال بن بطي بن محمد الغفلي. ونعود هنا، نعود مع الصدارة، نعود مع المقدمة، مع هنا مسراح من انطلق على الصدارة، مسراح هنا علي بن محمد بن عبد الله الغفراني المري من انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة وبالمركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذه الانطلاقة الجميلة. والقادم هنا القادم بالتحدي العازل علي بن هدوب بن سعيد العمري، ووصل هنا الذيب حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الكتبي مع الذيب قادم يعوي، الذيب قادم بكل قوة، قادم بالأداء المميز الجميل. يا سلام التحديات الأخيرة الذيب يتسلل على الصدارة، الذيب حمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الكتبي ينتزع الفوز والناموس والسلام لأهالي مرغم السلامات والإنجازات. وتشاهدون الذيب من يتسلل على الصدارة على المقدمة. سلام مرغم سلام على هذا الأداء المميز، تهانينا لحمد بن ضعيب بن حمد بن غدير الكتبي على فوز الذيب بالمركز الأول، بينما المركز الثاني والقادم بهذه التحديات والإثارة هنا وصل في هذه اللحظات حوران لسالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري. ومن الجانب الآخر مشاهدينا الكرام والتحديات
المركز الثالث نترك المركز الرابع وصل مسرح العلي بن محمد بن عبد الله الغفراني المري، والمركز الخامس كان من انطلاقات العابر المبارك بن عيد بن مبارك المنصوري. نعود مشاهدينا الكرام بهذا الانطلاق في هذا اللحظات بهذه الانطلاقات والتحديات. هنا نتابع 4:32 خمسة من الأجزاء من الثانية توقيت الذيب. هنا لحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير لجتبي تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز الجميل، بينما المركز الثاني مشاهدينا الكرام والانطلاقات من هنا والوصول من قبل حوران لسالم بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري ب4:36 ثلاثة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني، بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام والتحديات المتميزة هنا بهذه الانطلاقات تحتجب الرؤية عنا لهذا إذن القعود 4:36 أربعة من أجزاء من الثانية بهذه الانطلاق. تهانينا لمالكة بهذه الانطلاقات الجميلة والتحديات المتميزة.